يعتبر اتجاه التنمية الاقتصادية الصينية من القضايا التي يهتم بها المجتمع الدولي أكثر في الدورتين السنويتين التشريعية والاستشارية السياسية. وأشاد خبراء اقتصاديون من شركات برينس ووتر هاوس كوبرز ومجلة المراجعة التضاربية الدولية مؤخرا بجهود الصين ونتائجها في الإصلاح الهيكلي الاقتصادي الصيني وإصلاح النظام الضريبي. سيحافظ معدل النمو الصيني على 6 حتى 7% خلال السنوات المستقبلية. هذا هو معدل صحيح للنمو المستدام، يختلف عن نظيره الذي ظل يحافظ على حوالي 10% خلال السنوات الماضية. إن الاقتصاد الصيني أصبح ناضجا، فيتطلب إعادة توازن مع استهلاك المحلي، وما زال هذا المعدل عاليا مقابل نظيره البالغ حوالي 2% لاقتصادات غربية. فيما يتعلق بموضوع إصلاح النظام المالي والضرائبي الذي حظي باهتمام بالغ في الدورتين السنويتين الجاريتين، قال رئيس التحرير التنفيذي لمجلة مراجعة الضرائب الدولية إن القطاع المالي والضرائبي الدولي يولي اهتماما كبيرا للإصلاح الضرائبي في الصين التي حققت نجاحا ملحوظا في هذا الإصلاح. نهتم بالإصلاح الضرائبي الصيني نظرا لأن الصين من أهم الاقتصادات في العالم، وأرى أن هذا الإصلاح الجاري حاليا هو ممارسة عملية راعية، ويعتقد معظم مدافع الضرائب ومستشارين أن هذا الإصلاح إيجابي وذو كفاءة ممتازة.